تاه في البحر فأنقذه الكاتشب. لم يكن لديه سوى زجاجة كاتشب واحدة ومسحوق من الثوم وقطع مرق، خلطها بالماء ليكون هذا الخليط السبب في بقائه حيا. إنه إلفيس فرانسوا التائه في ظلمات البحار. فما الذي حدث مع هذا الرجل؟ القصة بدأت عندما كان فرانسوا يجلس على الشاطئ قبالة ميناء في جزيرة سانت مارتن الكاريبية. كان يصلح مركبه الشراعي مستغلا ما تبقى من الوقت في يوم كان عصيبا جدا، فالطقس وقتها ساءت حالته. انهمك فرانسوا في تصليح قاربه الشراعي وتجريبه، ولسوء حظه جرفته المياه الغادرة لمصير مجهول. 24 يوما قضاها في عرض البحر، غطاؤه كان السماء والمياه تحيطه من كل جانب. لم يكن قادرا على العودة إلى بلده، كان ينتظر مصيره المجهول. لكن ماء المطر الذي كان يتهاطل عليه باستمرار طيلة أيام عزلته بعرض البحر كان السبب في بقاء جسمه رطبا، فقد كان يخلط تلك القطرات مع ما لديه من طعام بسيط ويرتشف منه كل يوم شيئا قليلا، آملا ومتمسكا بفرص بقائه حيا. لم يكن لدي أي طعام سوى زجاجة كاتشب على القارب ومسحوق الثوم ومكعبات مرق الدجاج، خلطتها ببعض الماء. مكثت 24 يوما بلا أرض، لا أحد أتحدث معه، لا أعرف ما يجب القيام به، لا أعرف أين أنا. لقد كانت تجربة قاسية وفقدت الأمل في مرحلة ما. سئم فرانسوا من فرص البقاء على قيد الحياة، ففكر في أي حيلة أو طريقة للوصول إلى اليابسة. استعان بمرآة كانت بحوزته وبدأ من خلال انعكاس أشعة الشمس عليها بإرسال إشارات لكل طائرة تمر من فوقه. وليس هذا فقط، فرانسوا نحت أيضا كلمة المساعدة على هيكل قاربه أملا بأن يعثر أحد عليه وينقذه. نجحت خطة هذا الرجل، وكانت هذه الطائرة فوق أمله الأخير. فرانسوا شوهد من طائرة بعد أن كتب كلمة مساعدة على جسم القارب، وبالفعل تم التواصل مع سفينة تجارية كانت تبحر بالقرب منه لتنقذه، ونقلته إلى ميناء كارتخينا. تلقى الرعاية الطبية وتم تسليمه لاحقا إلى سلطات الهجرة من أجل عودته إلى بلاده. تم إنقاذ فرانسوا في نهاية المطاف بعد قضائه 24 يوما وعلى بعد نحو 120 ميلا بحريا شمال غرب شبه جزيرة في أقصى شمال أمريكا الجنوبية. لكن فرانسوا سيبقى مدينا للقدر، ثم لعلبة من الكاتشب التي كانت سببا في بقائه حياً.